ودي غسالة أطباق 45 سنتي الوسط الفريش 8 أفراد، في الأصغر منها اللي هي 4 أفراد وفي الكبيرة، وهنشرح لكم دي دلوقتي. نظام التشغيل بتاعها نظام زرار الأوف والأون اللي شغلناه، وده زرار البروجرام بتاعنا. لو ضغطنا عليه عشان ننقل برنامج مش هينقل، وده ستارت لو ضغطنا عليه مش هيشتغل. لازم نضغط على الاتنين مع بعض لمدة 3 ثواني عشان نعرف نضغط على زرار البروجرام وينقل معانا البروجرام بتاعنا. زي ما انتوا شايفين، اول بروجرام شديد اتساخ، اطباق شديد اتساخ مكان سمن دهون سمك، تاني بروجرام خفيف اتساخ مكان جبنة مربات سلطة، تاني بروجرام اللي هو الشطف، في بروجرام الكاسات والكوبايات. ده اللي هنستخدمه. بعد ما بظبط ادوس ستارت علشان الغسالة تشتغل. عندي فيه لمبتين، لمبة الزيت ولمبة الملح، دول بيفضلوا منورين. مجرد ما بحط زيت وملح، وهنوريكم مكان الزيت والملح جوه الغسالة بيفصلوا. الغسالة بتتفتح من الجناب، الباب بتاعها بيتفتح من الجنب. عندي هنا ده تانك الزيت وتانك المسحوق، عندي الدرج ده بيتفتح كده، ده درج المسحوق. بنحط معلقة اكل صغيرة هنا مسحوق ونص معلقة، وبقفل الدرج بتاعي ده تاني. تمام، هي بتفتح مع نفسها. عندي دي طبه الزيت، طبه الزيت ده بفكها وبعبي الزيت لمجرد ما يتمل الفتحه دي خلاص. الزيت ده بيتعبى كل 45 غسله وكل 50 غسله، وفائده الزيت للغساله بيعطينا لمع على الاطباق. عندي دي الشبكه بتاعتنا بتاعت الغساله، بشدها لبره. عندي هنا في رشاش تحت اللي هو بيغسل الشبكه اللي تحت، الاطباق اللي في الشبكه اللي تحت، وعندي رشاش فوق اوريه لكم. بس نشوف الاول الفلتر دوت بيتشال يتنضف باستمرار. طبعا احنا بواقي اكل، رز مكرونه، اي بواقي اكل في الاطباق بنشيلها الاول بننضفها، وبعد كده بنحط الاطباق بتاعتنا. في فضلات وقعت طبعا من غسيل، بشيل، بيبقى مترسب على الفلتر دوت، بشيل الفلتر ده، هو عباره عن قطعتين، بشيله انضفه تحت الحنفيه بسلكه كده او حاجه خفيفه، وبرجع اركبه تاني، انضف الشبكتين كويس. نظام تركيبه، لازم القطعه اللي تحت تبقى راكبه كويس، والقطعه اللي فوق تركب فوق منها، علشان مش هينفع يمسك الا لو لفيت الاخرى دي لفوق يشبك معانا. تمام، هي سهله جدا، بس عشان انا بصور ماسك التليفون وبلفها كده ربطت معايا. عندي هنا ده تانك الملح، بفك تانك الملح ده، وفي معايا قمع بتاع الملح بنحطه، وهنوريكم طريقه التركيب بتاعته ازاي. بنركب تانك الملح دوت، بقمع الملح في التانك ده، وبنعبي الملح. الملح ده ولا بيفيد ولا بيضر الغسالة برضو. الملح ده بيخلي الأطباق برضو ما تغيرش والمية تبقى كويسة. الملح ده برضو بيتعبى كل فترة طويلة. بنحط الملح وبنشيل الطبة ديت، وبنربط الطبة بتاعتنا دي تاني علشان خاطر ان الغسالة ما ينفعش تشتغل والطبة دي مفكوكة. تمام، وبعد كده المطبقية بتاعتنا ديت، لو احنا عندنا حلل عايزين نحطها، بننزل المطبقية دي بالشكل دوت، بنرص الحلل وشها تبقى مقلوبة لتحت، ما ينفعش نحط حاجة فوق منها. عندي الشبكة دي اللي حطت ايديا عليها، دي مكان المعلق والشوك والسكاكين، المعلقة والشوكة بقهم لفوق، والسكينة السلاح بتاعها لتحت. عندي الشبكة دي لو ما عنديش حلل وعندي اطباق، بفتح دي وبرصها وبزقها لجوه. عندي في الشبكة التانية اللي فوق برضو نفس الوضع، بس دي برص فيها الحاجة زي ما انا عايز، زي نفس رصة المطبعية اللي عندنا في البيت. وعند الرشاش ده اللي تحت لازم يكون حر الحركة، وبزقها لجوه، بقفل تاني، بقفل الباب بتاعي بعد ما ظبطت كل حاجة واخترت البروجرام بتاعي. اللمبتين دول بيفصلوا اللمبة.